خلونا نستمع مين النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن. ست نائب اهلا بيك يا فندم. بيك يا فندم احنا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب وكل طيب. المصريين طيبين ان شاء الله. يا رب يا فندم. يعني الاول شفت اليوم ازاي يوم المبادره بتاعت كتف في كتف، وانا كنت بتكلم على انه في ناس اللي هم طول الوقت يعني ما بيعجبهمش حاجه فحاولوا يقول لك انه الدوله فين، بيخلطوا ما بين دور الدولة ودور المجتمع الأهلي، يعني ما حدث عمل يقوم به المجتمع الأهلي برعاية وبدعم من الدولة، شفت اليوم ازاي يا فندم؟ والله الكل مفروض شافه يوم عطاء جميل، وعطاء جميل في 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 بلد خير في شهر خير، وبالتالي مفروض الكل هيشوف انها بجد حاجة جميلة، لأنها حتى حاجة ملهاش دعوة بالسياسة، ده كله عمل خير. فما الدولة مع المجتمع المدني مع الأحزاب مع رجال أعمال مع، وده الأهم، مع مئات آلاف من الشباب، احنا بننسى ده، هم ده المجهود الأساسي صحيح. اللي بيعبي واللي بيعمل واللي بينقل، ده كل ده شباب يعني وأطفال زي ما شفنا، إن كل ده يشارك ويقف في مبادرة اسمها بيدل عليها كتف بكتف. الاسم المبادرة نفسه جميل، كتف بكتف، ولا هو عمل سياسي ولا هو عمل منظرة، ده عمل إنساني من جوه في ظروف عالم كله يعني مش بيعاني، ما في دولة غيره فيها مشاكل، وبالتالي احنا عندنا مشاكل، طبعا عندنا مشاكل. طب نقف مع أهلنا؟ اه طبعا الكل لازم يقف معاه، ده الوضع الطبيعي لأي دولة متماسكة كتفها في كتف بعض. صحيح. طيب الحزب مستقبل وطن، يعني انا راصد من سنين الحقيقه انه في عمل على الارض، يعني الحزب لا يلتفت احيانا لاي مثلا تعليقات او لاي انتقادات او لهجوم لانه ماضي في عمله على الارض. النهارده في مشاركه في هذه المبادره وفي هذا المعنى، ازاي الحزب اشتغل على الارض ضمن هذا العمل الكبير ودوره المجتمع يا فندم؟ بص يا فندم، انتقادات هتبقى موجوده، ما دام هتشتغل هتلاقي انتقادات. صحيح صحيح. لو احنا تلفينا الانتقادات دي بقى وبطلنا كل حد ينتقد في حاجه عاجبه نبطلها او نعمل حاجه ثانيه، مش هنشتغل. لا دي نمره. نمره اتنين، احنا في مصر بلد كبيره، طلبات اللي قاعد في الزمالك غير اللي قاعد في قريه غير اللي قاعد في سوهاج، كل منطقه ولها في المواطن ليه طلبات مختلفه. في طلبات اساسيه بس طلبات مختلفه. فممكن الفعاليه للحزب اعملها في قريه من القرى او نجع من نجوع ما تعجبش اللي قاعد في المهندسين والزمالك ويقول لك انت مالك. صحيح. ما تعجبوش لان مش ما ما بص يا فندم، حياه كريمه اللي بتصرف فيها مليارات المليارات المليارات دي فين؟ معموله فين؟ مش معموله في الشيخ زايد والجيزه، انا دي معموله مش معموله في التجمع، دي معموله في القرى والنجوع، ويعني يعني مين اللي هيحس بيها؟ اللي حياته بتتنقل. انما اللي بعيد عنها هيعرف عنها من الاعلام. صحيح. انما مش هيحس بتغيير، يعني ايه الصرف الصحي دخلك؟ لان طول عمره قاعد صرف صحي. يعني ايه ميه نظيفه دخلت لك؟ يعني ايه عنده كهرباء طول الوقت مثلا؟ يعني ايه عنده كهرباء وحاجات كتيره قوي. وبالتالي هي دي طلبات المجتمع الكل. اما احنا كحزب واحنا بنتحرك، احنا طبعا لنا الشرف ان دخول في المبادره دي فرقت معانا في ايه؟ فرقت معانا في مجموعه البيانات، لان كان في مشكله في العمل الاجتماعي اللي احنا بنعمله، وطبعا الجمعيات الاكبر مننا بتعمله وكتر خيرهم على طول. انما كان اوقات مفيش، حاول ايه؟ مفيش تنظيم في البيانات. فتلاقي ممكن كل الجمعيات، كل جمعيه لوحدها عندها داتا او عندها ان البيت ده اكثر احتياج. فتلاقي البيت ده رايح له من 20 جمعية. كل الجمعيات رحاله. ما هو ما حدش هيبقى عارف مين مودي لمين. يعني اقدر يا فندم هنا انه هذا التنظيم اللي حصل وهذا التحالف بينقلنا لمرحلة انه عدالة في تنفيذ العمل الاهلي؟ يعني في عدالة؟ طبعا عدالة. وحاجة تانية، خلى الاعداد
واحنا بنتكلم على 4.5 مليون مجتمع تكفي الحاجه، تكفي 5 اشخاص، حضرتك بتتكلم في 22 25 مليون تقريبا. ما كناش نقدر نوصل لكده. انا بتكلم حتى الجمعيات، لو كل جمعيه لوحدها وكل حزب لوحده ما حدش كان يقدر يوصل لهذه الاعداد. لا، كنت هتلاقيها مركزه، ممكن الكميات كبيره بس مركزه في حاجات تانية. زائد اليوم ده العطاء فيه والشهر ده العطاء فيه، لا تتخيل يا استاذ محمد اللي بيعمل لك مجهوده حاجه في عمل سياسي او في هذا في هذه الايام بتضرب في 100. هو نفسه عاوز يدي، اللي عاوز يدي ماله، اللي عاوز يدي مجهوده، اللي الناس اللي حقيقه انا سمعت حك وناس بتنتقد مثلا تقول لك والاحزاب دورها كده ليه؟ ده انا عندي شباب بيجي الحزب من الكلام ده ويقول لي انا عاوز انضم وعاوز اشتغل وعاوز اساعد في هذا العمل التطوعي. فهي عمليه غير جميله، صحيح، هيحس بيها اكتر اللي بيشتغل فيها الحقيقه. صحيح. بشكرك جدا سياده النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل الوطن.